Spinning gears like a stolen car. Hand in mind, feeling like this is right, but it's just. سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. ان شاء الله اليوم جينا نديروا مقرط اللوت. عندي كومنت صغيره برك ماشي بزاف، وجيت نوري لكم ان شاء الله كيفاش نديروا. واش نسحقوا المقادير؟ نسحقوا كيلو تاع اللوز يكون ابيض، رحوه رقيق هكذا ما يكونش محمص، جافي داي تحمص تاع مقرط اللوز. وحنبداو لكم مع كل اسراره. هذا الكيلو تاع اللوز ديروا معاه واحد 3 ولا 4 حبات تاع قارص من السكربجين. انا المسكربجة ديجا فيه وعنيزات، المهم واحد قريب رطل تاع القارص. واذا كانوا عندكم هذوك مونكيات تاع القارص الطبيعيه اللي ديروهم في الشتاء شغل ترحوا ثاني القارص ثاني مليح ليه. المهم نسحقوا كيلو تاع لوز، ونسحقوا معاه رطل سكر هذا العادي تاع القهوه كريستاليزي. لخاطر ولا كان ما عندكمش الميزان، كل كيلو كل مثلا دوك انا درت الكيلو تاع لوز ندير معاه رطل تاع سكر، معناتها ديروا كيلو تاع لوز نص سكر الا كان ما عندكمش الميزان. ونسحقوا كل 100 غرام تاع لوز نسحقوا معاها مغرف تاع زبده تاع التوريق. معناتها عندي كيلو تاع لوز ندير 10 مغارف تاع زبده التوريق دايبه ولا زبده عاديه الا ما عندكمش. بالنسبه للبيض، البيض دوك عندي انا كيلو تاع اللوز، واش راني حندير؟ نبدا بزوج حبات بيض كاملين ومن بعد نكمل بالصفار. والا كانت عندكم الكيله صغيره ديروا حبه بيض كامله وكملوا بالصفار. انا عندي كيلو حندير زوج حبات بيض كاملين ومن بعد نكمل بالصفار. دوكا كيلو تاع اللوز حندير الرطل تاع السكر مع القارص بيان سيغ، دخلوهم مليح. نعاود لكم اللوز ما يكونش محمص تاع المقرط اللوز. والسكر هكا العادي خير من السكر كلاصي. ودوك كي نديروه نخلوه مادا بيكم يبات، ولا كي درتوه الصباح كيما انا نخلوه حتى الليل باش تطيبوه هكذا. درك بعد ما تدخلوا مليح السكر في اللوز تبداو ديروا في الزبده. قلت لكم كل 100 غرام مغرف تاع الزبده، حنحسبوا حنديروا 10. واحدة، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، 8، 9، 10. هكذا نزيدو ندخلوها ثاني مليح. شغل راكو ديرو في الطعام. وراني نقول لكم السر تاع مقرط اللوز، لازم الا درتوه مثلا دوك انا حنا الصباح بكري تخلوه حتى الليل باش نطيبو، والا درتوه في الليل تخلوه للصباح باش داك السكر يتعسل فيه. السكر الكريستاليزي يعطي نتيجه هايله. نبداو نديرو البيض الكامل زوج حبات. خطا انا عندي كيلو تاع اللوز، ولا نتوما كان عندكم قل من كيلو كيما قلت لكم ابدا ديرو غير حبه. والعقده مليحه كي تكون شويه جاريه، خاطر كي حتريح يزيد اللوز يمتص هذاك البيض. دوكا نبداو الصفار. هكذا درنا الصفار الاول، هنا درنا ثلاثة صفار. دوك نشوفو واللوز بالك ويخدعكم، ما عجنوش غير شدوك. احنا عجنو العجين هكذا دخلو باش البيض يدخل فيه مليح كيما يدير هكا ماما. هكذا مازال ما خسرش. شوفو كيما هنا درنا زوج كاملين وثلاثة صفار، مازال شوية يخص لخطر عليه كي نخلوه راح يزيد قلتلكم يشرب. خلاص نورمالمون هادي خلاص صافي، زوج كاملين وربعة صفار. هكذا كي تكونوا ترونوا فيه شوفوا يبدا هكذا يخرج من صباحتكم صافي، اللي ما يعرفش كامل هكذا هكا شوفوا كل اللي تلم تولي مليحة ما هي جارية. مع دوك تزيد تريح السكر داك يتعسل وياخذ البيض تولي هايلة. هاكو تشوفو فيه دوك هكذا راهو تلم خلاص. دوك نديروه في ساشي اليمونتيغ ولا بابي فيلم هكا ونخلوه ليلة كاملة. قلت لكم الى تصبح خلوه حتى الليل. المهم ان شاء الله تكونوا فهمتوا هاد النصائح، ومن بعد نوريو لكم كيفاش ان شاء الله نطيبوه ونسكروه. فيديوكم بزاف هايل. المهم دوكا نروح نخليها انا يرتاح ومن بعد ان شاء الله ها ديرو في ساشي بلاستيك ولا كيما كنت تشوفوا. كل هاوليك خليناه بعد، انا خليته بعد وقسمته
هادو فيها هرطل فيها هرطل فيها هرطل قسمتهم على زوج صافي كلشي يولي عندكم مع السكر والبيض يولي فيه واحد الكيلو 700 غرام خدينا قسمتهم وزنت رطل 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 واللي بقات هذه 200 غرام وهذاك رطل قسمته على زوج وتبداو ديروه في الحربوش باش تعرفوا باش تعرفوا شحال يخرج لكم تبداو هكا تسقموا فيه كما يدير ماما تعرفوا غير بالعقل ولا تجيبوا هذا الورق الشفاف هذيك يعاونكم باش ما تلصقوش البوتاجي ولا باش تخدموا هكا بكل تخدموا براحتكم كيما كتشوفوا شوفوا ماما كيف يدير كنجيبكم هنايا رانا قسمنا هنايا وديروا لها فارين في السنيوه ديالكم باش تحمي لكم هذاك اللوز وباش تعرفوا شحال يخرج لكم شفتوا كيف قسمتهم ميخي قسمتهم رطل 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 لازم كل رطل يخرج لكم 15 حبه هاو رطل هذاك الاول يخرج 15 ودوك هاو هذا رطل الدوزيام يخرج 15 وهذا راه اكثر من رطل قلت لكم كلش كيلو و700 غرام صافي خرج لنا اكثر من 45 حبه الكيلو يجوكم لاباس عليهم الحبه تشوفوا ديجا راهم كبار مع البيض دوك ندخلوه للفور يزيد يتنفخ يولوا هينين باش تعرفوا شحال يخرج لكم وكي تقسموا الحبه بهادو مالي كوبات تقسموا مليح منا هكا والحبه ما تحبش تكون بزاف مقروطه باش هادو ما يتحرقوا لكمش في الكوشه هاد لي الكوانات هادوما كما راكم تشوفوا بعد ما تكملوهم كامل دخلوهم للفرن على 160 درجه ولا مده 10 دقائق حتى ربع ساعه المهم يتحمروا من تحت ويزيدوا من الفوق وتنحوهم وتخلوهم يبردوا ومن بعد نقول لكم كيف تسكروهم عاملين كيفاش يجوكم وهما حيكبروا يزيدوا يكبروا شويه كما كنتو تشوفوا هنايا انا استعملت الماء الزهر ما استعملتش السيرو الا حبيتوا تستعملوا هذاك السيرو ديروا كيلا سكر زوج كيلات ماء وخليهم يغلو مده 10 دقائق انا استعملت الماء الزهر ندير مغرف فرينه مغرف سكر كلاسي ندخل فيها المقروط ديالي ومن بعد نخليه شويه يقطر باش نديرو السكر هكا في ساشي اليمونتير وتخلوه شويه تروحوا الدور وتولوا ليه باش يعطيكم هكذا باش يقول لكم هكذا ودوك خصت له غير شويه من الفوق بالصفايه هاولي كيفاش يجي هذا ماما دوك غير بيدها مازال ما استعملتش كاع الصفايه شوفوا كفاه سكراته هايل دوك من بعد نزيد له بالصفايه من الفوق هيدير فيه هنا في السكر غير بالعقل هكذا وتكملوا الخدمه كامل ديالكم باش نقول لكم هاولي كيفاش يطيب ما تخلوهش خضر كامل وما يطيبش بزاف ها المهم كي نكمل كامل نسكرو نعاود نودي ليكم مده الطياب خلوه هكاك ربع ساعه وفي الاخير شوفوا المقروط ديالنا مقروط اللوز راه واجد درناه في هاد الفلاش باب بزاف باش يجي تديه كيمونداتو كنحبكم هذاك الورد باش نقول لكم جاي دوك في الفرن جا هايل بزاف نقسم معاكم حبة تشوفو كيفاش نقسمو حبة تشوفو كيفاه جا معسل الله الله هاوليك هاولي شهي إن شاء الله يعجبكم وجدنا اليوم على بالي بلي تعجبكم